شكون هو الرجل الصالح بالنسبة لك؟ شكون هو الزوج الصالح؟ فوالا دي الزوج الصالح هو داك الراجل اللي كيخاف عليك وكيخاف من الله فيك. لأنه شوفي الناس بزاف كيحسب ليهم أنه لامور هي كل شيء، الحب هو كل شيء، هو الحب ماشي هو كل شيء. إلا كنت غادي نتزوج أنا عن حب، هذاك من وراء الزواج كيقدر يمشي، كيقدر يطفى، كيقدر يقل. الحب بحد ذاته ما كيكملش بلا حب. من وراء الحب كاين الاهتمام، كاين التقدير، كاين الحنان، كاين الخوف من الله، كاين الصبر، كاين بزاف ديال الإنسانيات. باش اذا زوج صالح خصو يكون فيه، خاص يكون فيه هادشي كله، هادشي خاص يكون فيه باش تقدري تقولي عليه زوج صالح. انت شنو عيوبك كزوجة؟ كنحكر تفاصيل عندك مهمة. كنحكر وكندقق في بزاف ديال الحوايج، وكيقولوا لي ديري ديك عين شافت وعين ما شافتش، وانا ما كنقدرش نديرها لانه انا انسانه معقوله. انت مراه مغربيه تقدري تصبري على شي حوايج؟ لا، كيصبروا عليهم العيالات المغربيات. كان داكشي زمان، لانه الجيل ديالنا والمراه ديال هذا الوقت انديبوندونت، مستقله. ما عنديش علاش غادي نصبر او نكون في شي علاقه توكسيك او مع شي شخص توكسيك ونصبر فقط لمجرد خاصني نصبر او خاصني نبقى معاه لانه انا كنبغيه. لا، يعني تقدري تنفصلي مع الشخص واخا تكوني كتبغيه الا كان غير صالح؟ حيت قلت لك الحب ماشي هو كل شيء. اذا الحب وحده لا يكفي، لا يكفي. فحب الذات اكبر من هذا الشيء، وهذه يعني الواحد اللي كيوصل لمرحلة أنه يبغي راس، يعني يبغي ذاته ويبغي راسه ويبغي شخصه أكثر من كل شيء، هذا بحد ذاته راه مشوار طويل باش توصلي ليه. كتعلمي بزاف ديال الدروس باش كتوصلي لهذا الشيء. فإلا كنت كنبغي راسي غنعرف نبغي غيري، وما غاديش نرضى لراسي أنني نصبر على شي حوايج ما خاصنيش نصبر عليهم. مثلا كانت فيهم الإهانة ولا اكزاكتو تمثلك الكرامة ديالك. وحنا كنهضروا على الحب كل ما هو إيجابي.